التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر ب 331 مليار ديال الدرهم إلى ما تم سبتمبر 2024 بزيادة 5.3%، أي 16 مليار ديال الدرهم مقارنة زيادة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، وذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانيات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا. فقد كانت سنة 2023 سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته. سنة 2023 تجاوزت 28% بزيادة تقارب 33 مليار ديال الدرهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم. وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، نسجل باعتزاز كبير الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا، والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب جلالة في هذا القطاع الحيوي. فقد حققت صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعت على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت بنسبة 3.8% بقيمة زيادة ديال 841 مليون درهم سنة 2023، كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر سبتمبر، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع ب 31% لتصل إلى 12.9 مليار ديال الدرهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية. كما تجدر الإشارة إلى أن صادرات الفوسفات ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار ديال الدرهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر، بزيادة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويظهر التطور الذي تعرفه سلة الصادرات أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، يعني لا كومبلكسيتي، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها مثل السيارات والطيارات والمنتجات المشتقة من الفوسفات يعزز استمادة وقوة الصادرات المغربية. كما تمكن قطاع النسيج والألبسة من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5% بزيادة ديال 2.2 مليار ديال الدرهم، لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار ديال الدرهم سنة 2023. كما شهد قطاع الإلكتروني نموا في صادراته بلغت نسبته 21%، يعني بزيادة حوالي ديال 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية. وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعية الغذائية، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار ديال الدرهم، لتسجلت لأول مرة سنة 2022 لتستقر عند 83.2 مليار
مليار درهم سنة 23، وقد بلغت قيمة الصادرات 62 مليار و 200 مليون درهم عندما تم سبتمبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمملكة. وسيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الدخلة المرتقب إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية كيرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير للأسعار ديال المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلونها الفلاحون المغاربة في هذا المجال. حضرت السيدات والسادة، بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، وصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات.